الخير حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الحبايب الكل بخير. احييكم من قناتي، قناة مملكة الفنون والتجميل. واليوم راح نعمل طريقة رائعة جدا للبشرة. راح نعمل حبايبي وصفة لإزالة الكلف والبقع الداكنة، وصفة فعالة وتزيل بنفس الوقت التجاعيد اللي حول العين. رح يكون اليوم انا سبق وقلت لكم البصل، بس رح نعطي البصل اللي بيطي مفعول اكثر. اي هو البصل اللي يطي مفعول اكثر بهاي الطريقة؟ راح احكي لكم عن الطريقة. ممكن اذا ما في حنستعمل البصل الاحمر، بحالة ما في البصل الاحمر ممكن نستعمل البصل العادي، بس الافضل الاحمر لازالة الكلف، رائع جدا. اما لازالة التجاعيد وهذا فممكن تستعملين البصل الاحمر او البصل العادي. زين، اما البصل الاخضر ممكن تستعمليه كمان للشعر، رهيب للشعر، ورح اعطيكم وصفه كيف تستعملوه للشعر. اليوم الوصفه تبعتنا هي للكلف وازاله التجاعيد. ان شاء الله رح نودع هاي الطريق هاي المشاكل. اما حبايبي بالنسبه على قناتي، قناه مملكه الفنون اليدويه، راح نعمل طريقه رائعه جدا جدا. راح بعد ما نستعمل هاي الطريقة تبعت البصل، راح نرجع بشرتنا ونرجع بياض بشرتنا وأناق وشنقل وصفاء البشرة تبعتنا، نرجعها وكأنك بالعشرين. يعني كيف نرجعها؟ نرجع شو نقول، إذا كان بياضك نرجع البياض طبعتك الطبيعي أو سمارك الطبيعي، أو إذا ضربتك شمس راح نزيل هذه آثار الشمس، راح نجعل بشرتك طبيعية، وبنفس الوقت نزيد الكولاجين بالبشرة ونعززها بالمغنيسيوم والحديد والفوسفور ورطوبة عالية جدا. راح نعمل كمان هذه الوصفة على قناتي، قناة مملكة الفنون اليدوية. طبعا احييكم كمان، حكيت كثير بمناسبة العيد، وكل عام وانتم بخير، وكل سنة وانتم سالمين، ينعاد عليكم بالصحة والسعادة يا رب. زي ما قلت لكم اليوم الفيديو تبعتنا راح يكون من شو نقول، راح يكون العضو الرئيسي فيه هو البصل. البصل حبايبي رائع جدا جدا بالنسبة للبشرة، لإزالة التجاعيد، لإزالة البقع، لتوحيد لون البشرة، ليجعل البشرة نظرة. البصل حبايبي يجعل البشرة نظرة، لأنه يحتوي البصل على فيتامين جي، وهذا الفيتامين جي اللي هو حبايبي أساسي للبشرة، لإشراقة البشرة ولحيوية البشرة. بنفس الوقت هذا الفيتامين عنصر رئيسي للشعر، عنصر رئيسي لإزالة التجاعيد، عنصر رئيسي لإزالة الشنقر اللحم الميت من البشرة، وبنفس الوقت حبايبي بيعزز البشرة ويزيل آثار حب الشباب ويعالج حب الشباب، ويعالج حبايبي كمان الشامات، ويعالج حتى الحبوب اللي حول العين اللي تكون الحبوب البيضة، كمان رائع جدا لعلاجها. طبعا سألت على هذا الفيديو انه بدهم اسوي لهم فيديو لعلاج الحبوب اللي حول العين اللي تطلع هذه مثل على شكل غدد. هذه حبايبي ما الها، هاي الغدد ما الها روس ولا الها اشي، هذه طريقتها كمان بالبصل رائعة جدا. انا طلعت لي اثنين وشلتهم بقشور البصل، عفوا يعني البصل هاي هيك، اخذ هيك قليل من عشان انا خليتها هيك، طلعوا وادعك فيها المكان راح يحرقني وراح يصير احمر بكانه، وبعدين اسيبها هيك، ويا ريت بهيك شاشه صغيره اسكر عليها. زين، وسبتها هاي الطريقه هيك تقريبا 3 ايام اكررها، يوم الثالث لقيتها صايره هيك ناشفه، بس هيك سويت لها انشالت. هاي الطريقه حلوه. طيب نحمي بشرتنا ونزيلها، وعندنا كثير راح هاي الطريقه اللي راح اسويها كمان تنفع لازاله حبايبي هاي المشكلة، الغدد اللي تصير حول العين الصغيرة جدا، هذه ممكن راح نعمل لها كمان بنفس هذه الطريقة. حبايبي البصل أنا مستعملة وشوفوا مقشر، واستعملت قليل جدا البصل حبايبي. أنا مستعملت البصل العادي،
في موجود هنا البصل الاحمر، بس انا الصراحه ما موجود عندي اليوم، فحسوي بهذا البصل. بس الافضل اذا كان عندك الاحمر وحابه نتيجه فعاله للبقع، لازاله التجاعيد، لعلاج توحيد لون البشره، لاشراقه البشره، ممكن تستعملين الاحمر، له فوائد عديده لا تعد ولا تحصى. غير هيك البصل الاحمر دخلي على اليوتيوب وشوفي طريقه عمل شوربه البصل، رهيبه البصل. بس يستعمل البصل الاحمر اسكى بكثير، له طعم ثاني البصل الاحمر. طيب للشعر كمان البصل هذا مفيد، والبصل الاحمر رائع جدا كمان. اما البصل الاخضر، شفتوا الساق تبعته الاخضر؟ لو اخذتيه وطحنتيه كثير كويس، طيب مع قليل من المي، بعدين عصرتيه وصفيتيه من قليل جدا من الماء، صفيتيه كثير كويس من البقايا تبعت البصل، وضفتي عليه زيت، مثلا زيت الزيتون، زيت جوز الهند، زيت الخروع، وممكن تضيفين ثلاثة مع بعض، ودلكي في فروة الرأس تبعتك. رائع جدا جدا لإعطاء شعر جديد لفروة الرأس، فهو رهيب جدا. طيب اليوم الفيديو تبعتنا هو للحبايبي زي ما قلنا، لعلاج البقع الداكنة والتجاعيد. يا ريت تستعملون البصل العادي. شوفوا انا خليت بصلة كلش صغيرة، راح نقطعها هيك قطع صغيرة، حد اكيد راح ينكتب لي، وانا وحدة من عندكم على فكرة يمسك حتى بالبشرة صراحة، زين، بس ما يمسك فترة طويلة، يعني بنفس اليوم اللي تحطيه يمسك، زي ما يمسك بايدك راح يمسك ببشرتك. كيف ممكن تزيليه؟ ويعني راح ينزال بنفس اليوم، لا تخافي، ما عليك الا قليل من القهوه وقليل ممكن من الطحين عشان تستفادين اشراقه ونضاره كمان، قليل من القهوه، قليل جدا من الطحين عشان القهوه تمسك ببشرتك. وشو بتسوين؟ بقليل من الماء، وحاولي هيك يعني سويه مثل الماسك، وبعديها دلكيه على البشره بالكامل وسيبيه على بشرتك 25 دقيقه وزيلي، ان شاء الله راح ينزال. ممكن زيت القهوه يسد بالغرض كمان حبايبي. هسه حبايبي زي ما شايفين ربع حبه بصل او بصله صغيره جدا، زين، راح اضيف لها يعني خلينا نقول ملعقتين او ثلاثه من الماء، بس عشان احرك في الخلاط، زين، وراح اخلطه بالخلاط وراح ارجع لكم حبايبي. طبعا حبايبي انا ما بعرف وين وصلت معاكم، وراح ارجع اعيد. انا اخذت ملعقتين، صفيت البصل واخذت من عنده ملعقتين من عصير البصل، ضفت معاه ملعقه صغيره من العسل، وضفت معاه، ما ضفت، انتوا ضيفوا معاه اذا حبيتوا، نقول ملعقه وسط من الليمون او بضع قطرات اذا ما تحبين الليمون. القطنه ما عليك الا تاخذين هيك بالقطنه، وهذا يعتبر مثل التونر، حتى اذا عندك شامات او تجاعيد على ايدك، حلو رائع جدا على الايد، بيزيل التجاعيد من الايد. هاي الطريقه حبايبي ممكن تنعمل كعمل تونر على البشرة، تنعمل مرة واحدة باليوم. ممكن نستعين بوصفتين بيوم واحد، ليه وصفتين بيوم واحد؟ للخوات اللي عندهم كلف ممكن تستعينين بالوصفتين. هاي الوصفة حبايبي شو بتعمل؟ بتزيل التجاعيد خاصة اللي حول العين. ارجع واكرر حبايبي لا تدعون علي، لانها راح يبلش تدمعين وعيونك تدمع وهيك، بس بنفس الوقت بينظف العين. وكمان حبايبي اذا حسيتي انه حراره كثير قويه هيك بكرتونه او شيء او مهفه عندك، حاولي هفي على عينك راح تبرد، وراح خلي تنزل الدموع والهاي حتنظف العين كثير كويس. ممكن تعملين وصفتين بوقت واحد. انا هون شو حطيت؟ حطيت فقط العسل مع البصل، وكلمه كثير حلوه، عسل وبصل بنفس الوقت، ويمكن هذا الكلام انعاد عندي لان لقيت الفيديو مسكر. هيك حبايبي انا الطريقه ما خلصت عندي، ممكن تستعمليها هيك، وممكن تحطين العسل والبصل وبياض البيض. واو، ذني ثلاث شغلات اذا خلطن مع بعض. بحاله ما في عسل ممكن تضيفين بياض البيض مع البصل. طيب
وتخلطيه كله مع بعض. يا ريت لو تضيفي لك ملعقه صغيره جدا، يعني يكون بصل بياض البيض ممكن، مع ملعقه صغيره من خل التفاح، ملعقه صغيره جدا جدا جدا، يعني هذه الملعقه الصغيره زين. وخلطيه كثير كويس البيض مع البصل مع الخل، وحطيه كماسك على بشرتك وسيبيه 25 دقيقة، وممكن يوضع على الرقبة وتحت العين. ممكن كمان حبايبي قلنا تعملون وصفتين مع بعض، أما أنا حبايبي فرح أضيف جل الألوفيرا، لأن أنا بحب أستعمل هاي الطريقة. راح أضيف جل الألوفيرا تقريبا ملعقة أكل، ونشوف أحتاج كمان ولا لا. راح أضيف ملعقة أكل من جل الألوفيرا، وراح أخلط ملعقة أكل من الجل الألوفيرا كافية لعمل ماسك للبشرة. طلعوا، ممكن تستعملين الجل الألوفيرا اللي موجود بالحديقة عندك، ما في أي مشكلة، راح يكون سائل أكثر من هيك زين. أنا ما قادرة أستعمله معاكم، النبات اللي عندي الألوفيرا كلش صغير، المنطقة اللي أنا ساكنة فيها كتير باردة، يسموها كالت نور تايم، كتير باردة، يعني الجل الألوفيرا ما قاعد ينشنش عندي، ما قاعد يصير كويس، مع إني حطته بالبراندة. هذا هو حبايبي هيك، راح أحطه حبايبي بعلبة اللي أنا بستعمله. طيب ممكن نسوي التونر اللي حكينا معاه، وممكن نعمل تبعت البيض إذا ما في عسل، وراح أضيفه هون واستعمله بأي وقت أنت حابته، أي وقت أنت حابته. راح ينكتب لي يصير يا أم يوسف أحطه بالليل قبل ما أنام، ممكن تحطيه بس الريحة ما بعرف أكيد تزعجك، فالأفضل بحالة قلنا حبايبي وعيد وأكرر إنه الرائحة تمسك عندك، ممكن قليل من القهوة مع قليل من الطحين ومع قليل من الماء، وتخلطيه ودلكي فيه بشرتك وسيبيه على بشرتك، راح بعديها غسليه وراح يروح إن شاء الله من البشرة. أي أخت إدها مشاكل النمش، إشي بالتجاعيد، بشرة غير صافية، هذه العروق كثير باينة وواضحة، حطي البصل كثير كويس لها. مو بس هيك، بيزيل حتى الغدد الدهنية اللي يصير تحت العين. هذه الطريقة حبايبي رائعة جدا جدا. حبايبي اللي يتمنى من عندكم دائما يشوفون الفيديو للأخير، لأني أنطي شغلات ونوبات أنسأل عليها ببداية الفيديو. طيب أنت ما مكمل الفيديو، كمل الفيديو للأخير عشان تستفادين. هذا هو اليوم الفيديو تبعتنا حبايبي، أتمنى أنه ينال رضا الجميع. يبقى على البشرة 25 دقيقة وممكن 30 دقيقة وممكن يظل طول الليل. وأتمنى من عندكم حبايبي أنكم تعملون لنا لايك وشير واشتراك، ودائما تفعلين الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، ومع السلامة.